عملكم كان في الضل، فإنكم تلاحظون اليوم بأن الجميع يعترف لكم بأنكم لعنة الجامعة، وأساس هذه الكلية الجامعة أنتم رافعتها وأنتم هذه مناسبة سعيدة هذا اليوم لكلية الحقوق من خلال ماستر السياسات البيئية والأساتذة ديالها والطلبة ديالها والعمالة والجامعة. أرجو أنهم عملوا واحد تكريم في حقي بعد سنوات بعد ما صار من العمل في هذه الكلية، تقريبا 40 سنة العمل الخاص في هذه الكلية. هذه مناسبة تكريمية، هي رسالة رمزية الأستاذ لما كيقضي واحد المدة يتكافئني معنويا من طرف المؤسسة اللي كنتم بها. كنعتبر بأن هذا يوم مبارك، يوم سعيد، كيصادف ذكرى ديال السنوية لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، وفي نفس الوقت في أيضا الحقوق البيئية. هو الماستر اللي كان درس فيه مع الزملاء اللي خذوا المبادرة ديال التكريم، وهما مشكورين. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، ونتمنى السنة تستمر بالنسبة للأجيال القادمة، وهذا عمل محمود مشكور عليه. شكرا جزيلا. لكن اسمح لي أستاذ أحمد الباز أن أتقدم باسم لجنة المنظمة، باسم ماستر القانون والسياسات البيئية، وأيضا باسم ماستر كلية المحمدية ومارك البرلمان الأردني والمعترف الشرعية، الذين كلفوني بأن أعرب عن شكري وتقديري لمهندسة هذا الماستر، لمهندسة هذا النوع من اللقاءات التي اليوم اعترف لها الجميع بفعلا بأنها مهندسة.